الأزمة اللي كل الناس متحسبة منها وكل الناس قلقانة منها، عدت علينا أزمات كتير في مصر، وبالجهد وبالمثابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله. والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها، وزي ما قلت كده برضو إن احنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم، يعني سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي قوي على الاقتصاد العالمي واحنا مرتبطين بيه بشكل او باخر، او الازمة الروسية الاوكرانية وبرضو وتأثيرها على الاسعار وكده. مهم قوي ان انا ايه اللي يهمنا في الموضوع، ان احنا بنقول رغم الازمة الكبيرة ديت ورغم ارتفاع الاسعار بتاعت السلع الاساسية، حتى مع الجهد اللي احنا بنبذله، يمكن انتم خلال شهور قليلة ان شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الاراضي الزراعية، سواء كان في الدلتا الجديدة او في توشكا او في شرق العوينات، احنا بنتكلم على اكتر من، يعني لو مجموع الاراضي دي كلها حتى في سيناء كمان، لو حطينا مجموع الاراضي دي اكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان، يعني احنا بنتكلم في كمية ضخمة جدا، عمل وجهد وحجم اراضي عشان تعمل انتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية مش كبيرة قوي. طب حتى مع ده هنبقى احنا محتاجين يبقى عندنا استيراد لسلع اساسية زي القمح والذرة وزيت الطعام، ايوه بكميات كبيرة اكيد، ان احنا على الاقل بنتكلم في 18-19 ويمكن نوصل ل 20 مليون طن قمح حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الواحدة. حتى لو احنا انتجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر، وبالتالي ايضا احنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيرة. عشان الناس تبقى شايفة ليه احنا الاسعار زادت علينا، زيت الطعام احنا بنستورد اكتر من 90% من استهلاكنا. بالمناسبة كل اللي انا بتكلم فيه ده احنا بنستورده بالعملة الحرة وبنبيعه للناس بالجنيه المصري، ويبقى بالتالي مطلوب ان احنا ندبر دايما عملة تكفي كل مطالبنا ومستلزمات الانتاج وحاجات كتير قوي.